أنا وريلي ما في كلام، ما في حديث أبدا بيننا. ليش؟ تقولي ما أعرف، أحس أيام الخطوبة ما كانت تي، يعني كانت الأمور حلوة ونسولف وما أدري كيف، ودائما ونرقد على التليفون. هاي نرقد على التليفون، أنا ما فهمت، بس المهم. لكن الحين مو ما في. قلت لها ليش؟ قالت لي ما أعرف. قلت لها بوش تدبون استجارة، شو السالفة؟ قالت لي ما أدري. يوم سكننا مع بعض في نفس البيت، هو كأنه خلاص ريح، أنا خلصت اللي علي، سويت اللي علي، خلاص تزوجت، خلاص هي عندي، خلاص. ممكن هو يكون أنه في أمان، وهو يشعر خلاص أنه سوى اللي عليه. ترى بس يا أخي الفاضل، الزواج ترى هو مش يعني مش مرحلة وخلاص أنت سويت اللي يعني وظيفة وخلصت وخلاص، لا لا، وخلاص هي عندك خلاص الحين، يلا بعدها عيال، بعدها دوام، بعدها اصرف، بعدها ابني بيت. لا، الحياة فيها لذة لذة لذة، والشراكة هاي أحلى لذة، أحلى لذة. رب العالمين يعني يقول لك نصف الدين الزواج، جميل. يعني انت لي سترت على نفسك، سترت، قدرت انك تلم نصف الدين. فبالعكس هي المودة والرحمة، وهي السكن، وهي من ضلعك. فبالعكس يعني خلي يكون في حوار. دائما نقول مثلث العلاقات الحب، الحوار، الاحتواء. حاورها دخيلك.